أعلنت شركة ساندسك أنها بدأت تشغيل جهاز USB خاص بمنصة ألعاب الأكس بوكس 360. طبعاً بإمكانكم تشغيل هذه USB من خلال وضعها في جهاز التحكم. يسهل المشغل الجديد بالنسبة لمحبي الألعاب أكثر من أي وقت مضى الاعتناء بسجل ألعابهم والمراحل التي قطعوها، بالإضافة إلى العناية بالخرائط وتحميلات الألعاب وغيرها من المحتوى. ويزود Xbox 360 USB Flash Drive by SanDisk التجربة القصوى باستخدام أداة التحكم ومع تضبيطها المسبق لتتوافق مع الجهاز، بحيث يتم وصلها واللعب فوراً. فإن المشغل الجديد يزيل الحاجة إلى مسح الذاكرة أو تحميل برنامج اللازم لتبدأ أداة التحكم العمل على جهاز الألعاب. وبالنسبة لمحبي الألعاب الذين يرغبون زيادة المتعة أو أولئك مع سجل حافل من الإجازات والراغبين بتوسيع قدراتهم في الألعاب، فإنه عند شراء المنتج الجديد سيحصل المشتري على اشتراك ذهبي لمدة شهر واحد في Xbox Live. استراحة إعلانية قصيرة وبنتواصل معكم مرة ثانية في تكنوميديا، خلكم معنا. المراتب الخمسة الأولى والمتقدمة هذا الأسبوع من منصة الأكسبوكس 360 وحسب تصنيف موقع IGN. في المرتبة الخامسة لهذا الأسبوع معنا لعبة دودو جو. أما في المرتبة الرابعة اللعبة القتالية Grand Theft Auto Episodes from Liberty City. Where is my bike? You are my brother, John. Always. Oh hell yes! You find him. You take. المركز الثالث كان من نصيب لعبة توم كلانسيز بلنتر سيل كونفكشن. وفي المركز الثاني جاءت لعبة God of War 3. Our victory brought order to the land, prosperity to mankind. Now that order is threatened. The sacred halls of Olympus have been breached. Brothers, in the end, he will suffer. In the end, we will triumph. In the end, there will be only chaos. أما المركز الأول لهذا الأسبوع فقد حصلت عليه اللعبة القتالية Red Dead Redemption. As it was crushed by the twin forces of encroaching governmental regulation and new technologies. What is it with these things? Hello. Rockstar Games set out to capture the essence of the West in their first open-world game set in a rural environment.
Red Dead Redemption. The game attempts to foster a unique sense of organic gameplay and exploration, along with a powerful narrative and a huge cast of characters. One of the goals when designing the game was to create a seamless blend of action and discovery, where things can happen unexpectedly at any time. In order to make the game's rural setting work, the art lead and designers needed to build that looks organic and believable and teems with life. To ensure the player is presented with ever-changing opportunities for things to do and interact with, should they choose. فابل لعبة الأكشن التي حققت مبيعات خيالية في أجزائها السابقة قريباً ستكون في الأسواق في جزئها الثالث وستكون متوفرة على منصة إكس بوكس 360 في جزئها الجديد الذي سيكون مليء بالإثارة والحماس وفيه خيارات كثيرة للعبة من حيث اختيار اللاعبين وأيضاً أسلوب القتال والمؤثرات المستخدمة في اللعبة لنشاهد هذه اللقطات.